مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء جدا أن نطل عليكم من ولاية الجزيرة، هذه الولاية التي تشهد خلال هذه الأيام كارثة السيول والأمطار. أنا سعيد جدا أن يكون معي في هذه المقابلة المهندس قسم الله خلف الله، المدير العام لعمليات الري بوزارة الري والموارد المائية. سيد قسم الله، بدءا مرحب بك في الشروق، ونحن دايرين نوري المشاهد يعني الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حدوث هذه الكوارث. بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للأخوة في قناة الشروق، ونحن رحبون ترحيب حار في وزارة الري والموارد المائية بمدينة ود مدني. حقيقة يمكن ندي فكرة بسيطة عن المنطقة بتاعت القرق اللي هي مشروع المناقل. حقيقة مشروع المناقل بروة بواسطة قناة رئيسية من خزان سنار حتى كيلو 57، وهي القنطرة الرئيسية لتوزيع المياه بمشروع الجزيرة والمناقل. من الترعة الرئيسية الآتية من خزان سنار تتفرع 4 قنوات لري مشروع المناقل. هناك ترعتين رئيسيتين، هي دي بتمثل 90% من الاحتياج المائي لمشروع المناقل، وهي بعيدة كل البعد عن منطقة الغرق، يعني ما عندها أي علاقة بالغرق. هنالك ميجرين، أو ميجر وفرع، بيسميه واحد ميجر فحل وميجر أو فرع الشوال، وهنالك مصرف واغي لمنطقة المناقل يمكن طوله حوالي 153 كيلومتر. الحقيقة يمكن الأسباب في الأوقات العادية أو في المواسم العادية، المصرف الواغي لمصرف المناقل ده بيستوعب كميات الأمطار الآتية من جنوب الجزيرة ومن الهضبة بالكميات حسب السعة التصميمية للبروتكتيف درين، هو المصرف الواغي للمناقل. لكن زيادة معدلات الأمطار وجبل بيوت يمكن جات بمعدلات عالية جدا، أقصى أكثر من السعة التصميمية للبروتكتيف درين اللي هو المصرف الواغي لمشروع المناقل. وأحدث يمكن آثار كبيرة جدا، يمكن في غرق عدد من القرى وتكسر هذا الميجر وتكسر القنوات جراء هذا السيل وهذه السيول الكبيرة جدا التي لا يمكن تكون بمعدلات عالية جدا، لا يستطيع هذا الميجر باستيعابه وتصريفه خارج المشروع. حقيقة نحن في وزارة الري منذ وصول أول موجة من هذه السيول قمنا بقفل كل القنوات الآتية لمشروع المناقل، وهي ميجرين وما يعني كبسيط فرعتين بسيطة جدا حوالي 2 مليون متر مكعب في اليوم، واتقفلت تماما من أول موجة من 8/8/2022. فكميات السيول وكميات الأمطار هي التي أحدثت الغرق. إذن يا باش مهندس، ما يشاع في وصاية الإعلام الإلكترونية بأن خزان سنار هو السبب الرئيسي في هذه الكوارث، وهو الأبواب كلها مفتوحة في خزان سنار، هذه المياه تدفقت وأغرقت ولاية الجزيرة، يعني ما صحة هذا الحديث؟ يعني حقيقة يعني للعلم أنه ترعتي الجزيرة تصرف بتاع 30 مليون ضد الطاقة التصميمية 30 مليون، ترعة الجزيرة والمناقل 30 مليون في اليوم، الخزان بيصرف في البحر أكثر من 300 مليون في اليوم، فكيف أنا أحول مياه البحر لهذه الترعتين التي سعتهم 30 مليون؟ لا يعقل. فده يمكن شيء عاري من الصحة وما عنده أي علاقة بـ 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 بالعمل الفني يعني. فلا يمكن أن أتحول مياه البحر لقناتين سعتهم 30 وأنا بصرف في البحر أكثر من 300 مليون أو 200 مليون. فإذا أنا حولت هذه المياه للترعة الرئيسية أو ترعة الرأس حامسح المناقل وامسح الغور بعدها، فلا يمكن، ده مستحيل. طيب يا باشمهندس، يمكن درجة إدارة الري سنويا أن تقوم بجهد كبير جدا في ردم مناطق الهشاشة على القنوات الرئيسية لمشروعي الجزيرة والمناقل، وأيضا القنوات الفرعية التي
تروي المشاريع الزراعية. هذا العام من الملاحظ أن هذه الكارثة شاهدنا من خلال الواقع أن هنالك عدد كبير جدا من القنوات الفرعية التي تقوم بها المشاريع قد تهدمت بسبب المياه. يعني المواطنين اللي بيكون بقرب أي ترعة ملت فهم بيكسروها لحماية أنفسهم، تكسر في المصارف لحماية أنفسهم، لكن الكسورات هي عادة في يمكن نحن الآن نحن مياه الموجودة في عبود بنصرف فيها بواسطة ترعة رئيسية بنسميها ترعة رئيسية لمعتوب، بنصرف كل المياه دي في مواجهنا في الترعة الرئيسية داخل شبكة الري. بنحاول الآن نصفي ونفرغ المياه دي في، والآن في إمكانية تفريق هذه المياه عبر المواجر وشبكة الري داخل مشروع المناقل، وربما تؤدي برضو لمشاكل في أواخر، ونحن الآن في اللجنة بنحاول نصرف ونحمي القرى تحمل هذه القنوات. طيب يا باشمهندس، يعني يمكن درجة إدارة الري على قفل المياه من القنوات في نهاية شهر 3، ولكن هذا العام كما تعلمون أن هنالك كوارث وأن هنالك مساحات زراعية كبيرة خرجت الآن هي خارج العروة الصيفية. هل ستقوم الإدارة بذات العمل أم أن هناك ترتيبات أخرى ربما تعطي مساحات للإخوة المزارعين أن يتم تعويضهم عن العروة الصيفية؟ طبعا نحن مايلين، نحن في وزارة الري والموارد المائية وضعنا خطة لإصلاح والتجهيز للموسم الشتوي. طبعا الكسورات كثيرة حصلت في المصارف وفي بعض القنوات، نحن وضعنا خطة لتأهيل هذه القنوات. أما عن الأراضي الزراعية، أنا سمعت من الأخ المحافظ أن هنالك 90,000 فدان دي تدمرت تماما في مشروع الجزيرة والمناقل، وهنالك 40,000 فدان تأثرت جزئيا. دي الإدارة الزراعية هي عندها الخطة لمعالجة هذا الأمر. طيب يا باشمهندس، يعني في ناس أيضا كثير بيتحدثوا عن تأثيرات صد النهضة وملء الملء الثاني للسد، ربما أيضا هو له تأثيره على الأحداث التي تحدث هنا في السودان. هل هنالك علاقة ما بين ملء صد النهضة وما بين هذه الكوارث التي يتعرض لها السودان؟ طبعا بالنسبة للكوارث، أنا نسميها كوارث والسيول، دي بتتكرر، يمكن تكرر 16 مرة في تاريخ منذ الآن قبل كده تكررت، يعني ما هو اليوم يعني المناقل تغرق أو القرى في المناقل تغرق، دي تكرر 16 مرة. ويعني السنة دي بس جات بصورة أكبر من الشيء المتوقع. أما عن صد النهضة، في اعتقادي وفي علمي أنه ليس له أثر البتة في مسألة بتاعت الغرق لمشروع المناقل والقرى المجاورة أو الداخلة داخل مشروع المناقل، ما عنده أي علاقة. بسم الله. أيضا هنالك سؤال لابد أن نطرحه إليكم، يعني مستقبلا، يعني كيف سيتم التعامل مع هذه الكوارث، مع العلم بأن هذه الكوارث هي تتكرر بعد كل 3 أو 4 سنوات، ولكن يظل الحال هو الحال، قرق وضرر في الكثير من المنازل والكثير من المزارع والمشاريع الزراعية. يعني هل هناك خطة مستقبلية موضوعة لتلافي هذه الآثار مستقبلا من قبل إدارة الري؟ حقيقة نحن يمكن الفيضانات تكررت كثيرا، ونحن عندنا دراسة جاهزة، عندنا دراسة لمنطقة السيول الآتية من الهضبة، عندنا دراسة والدراسة الآن موجودة، ويمكن قدمت سوماني تايم لجهة الاختصاص للتمويل لكن ما رأت النور. الدراسة الآن موجودة، احنا إن شاء الله هنفعلها، وإن شاء الله يعني ترسل لجهة الاختصاص للتمويل حتى نحد أو ننهي مسألة الغرق ومسألة
الفيضانات داخل مشروع المناقل. ذكرتم أن إدارة الري لها خطة ربما كانت هي خطة طموحة لإنجاح الموسم الشتوي، ولكن حدث الآن هناك خلل في بعض من القنوات. الخطة العاجلة الآن حتى يتم إنجاح الموسم العروة الشتوية، يعني ياريت لو ندي المشاهد بعض من تفاصيل هذه الخطة، وكذلك أيضا نبشر الإخوة المزارعين بأن الموسم الشتوي سيكون بخير إن شاء الله. حقيقة نحن يمكن منذ يمكن أبريل الماضي وضعنا خطة للصيانة، واللي هي بتتمثل في إزالة الأطماع والحشائش وصيانة المنشآت. نحن يمكن هذا العام يمكن بدينا مبكرا في الاستعداد للعروة الصيفية والشتوية معا، ولكن يمكن حدوث هذه الكارثة أربك يمكن خطتنا، وأصبحنا في خطة جديدة للتأهيل للقنوات. الآن يعني تأهيل ردم الكسور وتقوية الجسور، يعني دي يمكن دي خطتنا هنا، وهنالك منشآت برضه تحتاج برضه لمعالجة عاجلة، ونحن الآن نحن في كل مناطقنا يمكن وضعنا خطتنا للتجهيز للموسم، لأول حاجة إنهاء الموسم الصيفي بصورة جيدة، و الاستعداد للموسم الشتوي بطريقه يعني احسن يعني، ونسال الله ان نوفق لانه العمل كبير وبيحتاج. غير كده يمكن نحن الياتنا سخرناها يمكن لمعظم المناطق للحمايه، لحمايه القرى، يعني احنا الياتنا الان في تنسيق تام مع الاخوه في ولايه الجزيره في المحليات يمكن 4 و5 دي اللي احنا يمكن منسقين تماما، وآلياتنا مسخرة لهم يمكن موجودة في كل المناطق، يعني لا نستطيع أن ننتشر في كل المشروع، لكن في المناطق المؤثرة في جنوب الجزيرة، في المناقل، في شمال الجزيرة، في وسط الجزيرة، نحن آلياتنا من كراكات ولوادر وغيرها من الآليات تساعد في حماية القرى وتقليل الكارثة في المدن والمناطق. نعم باشمهندس قسم الله، قبل أن نختم هذا اللقاء السريع في دقيقة، إن كانت هناك بعض المعلومات التي تقيب عن المشاهدين حول الكوارث التي ألمت مش في ولاية الجزيرة وحسب، بل في كل ولاية السودان. حقيقة يمكن نحن مسؤولين عن ري مشروع الجزيرة وحلفة والسوق والرهد والقاش طوكر والقاش. حقيقة يمكن معدل الأمطار الآن يمكن في السودان عالي جدا، حتى أن عندنا غرق الآن في القاش بغورة كثيرة غمراء، يمكن غمراء نهر القاش، عندنا غرق كثير جدا في منطقة الرهد في مشروع الرهد في مناطق المشروع، وعندنا في حلفة برضو الناحية الغربية من مشروع حلفة برضو عندنا ميجر صابر يمكن أو البروتكتيف دريل صابر برضو نهار وأغرق بعض الغرى، والآن نحن في حماية. الوضع السنة دي يختلف تماما عن السنوات الماضية، سواء كان في مشروع الجزيرة أو في الرهد أو حلفة أو طوكر والقاش. نحن في وزارة الري وسط الأحداث ونعمل سويا مع الولايات لحماية القرى والمواطنين من هذه السيول. مهندس قسم الله خلف الله، مدير عام عمليات الري بوزارة الري والموارد المائية، نحن نشكرك بكثير على هذه الاستضافة، وإن كانت على عجالة لك منا جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، كان هذا اللقاء مع إدارة الري حول الأحداث التي تأثرت منها ولاية الجزيرة، حيث تم من خلالها إعلان ولاية الجزيرة منطقة كوارث. نشكر مرة أخرى المهندس قسم الله خلف الله، ولكم الشكر أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.